بعض الناس اللي بيروحوا للبلاد غير الإسلامية يعيشوا مع الناس هناك ويفروا من بلادهم لأنه ما في عمل، ويفروا من بلادهم لأنه مثلا مضطهدون وما إلى ذلك، يروحوا ويأخذوا لهم فتوى من هون وفتوى من هون. خلاص، مال الكافر حلال، أنت الآن مسلم مؤمن، روح اسرق من السوبر ماركت. مسلم مؤمن، وأيضا إذا أنت دخلت بعقد مع شركة التأمين روح اعمل حادث بسيارتك أو احرق محلك وكذا وحتى تأخذ من شركة التأمين. وأيضا روح إلى هذا البنك وهذا البنك أيضا الداين ما شاء الله وفرك أو تعال لهون. بدي يقول إيه الحكومة بتعطيه إياه بعد هذا؟ ما في عندنا هيك شيء؟ حتى أنت هذا ظلم. قال شو إحنا والله ضد أمريكا، صح ضد أمريكا، لكن مش ضد الشعب الأمريكي، ضد الإدارة الأمريكية، ضد سياسة أمريكا مثلا في فلسطين، ضد سياسة أمريكا في العراق، ضد سياسة أمريكا في بعض القضايا. نحن ضد الإدارة الأمريكية لكن مش ضد الشعب الأمريكي، احتضننا وضيفنا وكذا. الله بيقول لا ينهاكم الله، أنا ما بعرف كيف هالفتاوى اللي عم تيجي من هون ومن هون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا، وليس من العدل أن تأخذ مال الإنسان بغير حق، إن الله يحب المقسطين. هذه ثم أنت تشوه صورة الإسلام.